شلون فكرتوا تدخلون عالم السوشيال ميديا؟ والله صارت صدفة هي يعني. اي أيوة والله صدفة. يعني سولف لنا. اثر مقطع. اثر مقطع اللي انتشر بالحفلة المار مالتي مال الشعر. ومشت الامور. والحمد لله والشكر. انت قد حقق هذا المقطع؟ عبر المليون ونص مش عبر المليون ونص. بصراحة انت تشوف هذا المقطع. بس ما مركز انه هذا عمر هذا ساره يعني ما اعرف بهذا الموضوع. واحنا اصلا ما كنا ناشرين شيء يعني بالسوشيال ميديا ولا كنا مفكرين اصلا انه واني نشرت الفيديو انه عادي يعني دا ثبته بيومياتي بصفحتي بالانستغرام ووراها صارت انه بيج اخذه صمم عليها وهاي اغنيه ورتبوها هاي لانه شيء لطيف لانه شيء عفوي من الثاني فصارت هيك. وبالبدايه اصلا انه احنا يعني راسلنا بيجات حتى يحذفوا الفيديو. انا بنتي شافت عمر تقول هذا تيك توك هذا تيك توك. ربي يحفظها لك حبيبي. خلينا نتحدث على رمضان وهذه الاجواء الرمضانيه الحلوه. شنو اللي اختلف بعد الزواج؟ وهي امور اختلفت اللي هي للاحسن. زين الحمد لله والشكر. يعني منا خذيتها مو قدامها والله. ربك فتح علي الرزق وشفت الخير كله بيها. صارت سند لي. شنو اللي اختلف برمضان؟ قبل كنت ويا عائلتك اللي هم اهلك، هسه انت ويا ام عيالك. هي هم عائلتي. زوجتي. وهي بصورة عامة استاذ محمد يعني هو اكثر وقته بالشغل يعني قاضي. فما في شيء جديد. يعني رمضان اكثر وقته هو بالشغل يقضي يعني. اي بالضبط. شو متحمله هذا الشيء؟ شو اسوي هذا والحياة تريد والدنيا تريد. عموري شلون تعرفتوا على بعض؟ من خلال شغلي باحد مطاعم كنت مدير ب 2016. شفت البنيه يعني بال 16؟ بال 16 اها. اي شفت البنيه شفت عائلتهم يعني شيء محافظين عائله مرتبه خلوقه. البنيه عجبتني. قدمت عليها اول مره قبل سنتين ونص. زين هم خطبت هم شو يقول لك عمك تروح تسوي؟ لا دلل وما ادري شنو. لا بالعكس تحياتنا العمي طبعا. بالعكس الرجال ابد ما طلب مني شيء. ما تتعاركون؟